بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. كتير مننا اتظلم، كتير مننا يعني بتحصل له مواقف في الحياة وهو ماشي كده بيبقى مخير بين أمرين، إن هو ينتقم وياخد حقه بدراعه زي ما بنقول بالمصري، أو إن هو يسيبها لله وهو قادر إن هو يرد ويستعوض ربنا. طيب الحل إيه؟ يعني تاخد حقك بدراعك ولا تستعوض ربنا؟ الحل موجود في سورة يوسف، سيدنا يوسف في سورة يوسف في الآية 77، إخواته لما دخلوا عليه وعمل فيهم الخطة إن هو حط الحاجة اللي بيوزنوا بيها في حاجة أخوه، فإخواته لما دخلوا عليه قالوا له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني لو أخونا ده اللي معانا وأنتوا لقيتوا الحاجة عنده حرامي فهو ده طالع لأخوه، يعني أخوه سرق قبل كده يعني دي حاجة عندهم هما، يعني لأن ده كان أخوهم من أمهم، مش من يعني مش من أب وأم، مش شقيق. نفس الآية في الآية 77 وفي نفس المجلس الآية اللي بعدها، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يجيب لحد حق. سيدنا يوسف في كمالة الآية بيقول إيه؟ فأسرها يوسف في نفسه، بالظبط كده بيقولوا إيه؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يعني أنا فوضت ربنا، ربنا هو اللي عارف احنا سرقنا ولا ما سرقناش، ربنا هو اللي عارف ان هو بيسرق زي اخوه ولا ما بيسرقش زي اخوه. في نفس المجلس وقبل ما يقوم وقبل ما يتحرك في نفس الصورة ربنا رد كرامة سيدنا يوسف على لسانهم، نفس الاشخاص ونفس الشخص. قالوا له ايه بقى؟ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. وهل عمرك قابلت سارق ومحسن؟ ما تتفقش. نفس الأشخاص كانوا بيشتموا أو بيغلطوا أو بيوصفوا وصف قبيح في شخص معين في نفس المجلس قبل ما المجلس ينفض، مع نفس الشهود في نفس الجلسة قالوا إنه من المحسنين. وده رد ربنا، ربنا لما بينزل آيات مش بينزلها علشان ناخد المعنى المفهوم منها، في حاجات ورا الآيات، في ربط بين الآيات سبحان الله، يعني في ربط بين الآية دي والآية دي، إن نفس المجلس لما قال والله أعلم بما تصفون، يعني أنا فوضت أمري لله، ربنا هو اللي عارف مش أنتوا، مش البشر، البشر لا تحكم ولا تقيس، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. أتمنى إن أكون وصلت لكم رسالة من القرآن الكريم. آخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.